عليكم. السلام الرحمن. مين خونا؟ معي فكره ان شاء الله. الله يبارك خير الناس. واش راك مدخل اليوم؟ اطروا كحل 2020. هضر معايا. اطروا كحل 2020. ايوا واش ماشي؟ ماشي 50000. اش فيه فلاطور؟ والله ما فيه والو، فيه ضربه في البارشوك. حاجه خفيفه. حاجه خفيفه. السما ماشي. ايوا ما فيه. واش سمعتوا اليوم؟ 820 عطاونا. الله يبارك. السوق الاول هذا. السوق الاول ايه. شو روم والله كسبتكم ولا؟ كسبت اللي كانوا 24000. ايوا واش ما سمعت برا؟ والله على برا ما سمعت والو، هذا وين دخلتو؟ باب ربي. السوق الاول. السوق الاول. قلنا هذيك شويه السوم ولا؟ والله معليش مليحه. السوق اليوم على العموم شويه شوي، مي ان شاء الله فيها خير. واش راك مدايلو في راسك؟ والله ماهوش بعيد بزاف. قد كاين؟ والله ما بعيد. بخمسه، عشره. لا ماهوش بعيد بزاف. ثم برك غير هنا. واش تحكي لنا على السوق اليوم عموما؟ والله السوق اليوم على العموم ركود. نهار يجي للسوق؟ ديما. ايوه. نجي للسوق، الشتا ماني راح نبيع ولا نشري، نجي نطلع السوق. ايوه. هذا مكان. واش راك تشوف فيه اليوم؟ والله شويه ما لا بيع لا شراء يعني. واش قاعد نشوف انا؟ لا بيع لا شراء، ناقص البيع اليوم. زرب فرغ اليوم علاه؟ ليه؟ خاطر تعمر تشارجا عنده بزاف ما نصبش يعني. كانت مع الموفمون تاع العيد وقبل النوم، بعد لزاد جات العيد والاخر، اليوم تلم كلش مع بعضها ومن بعد تفرق. ماهوش باين، ماهوش السوق كيكون مشارجي كم لا بيع، ديما ما فيه لا بيع لا شراء. أيوة. يعني تسمى كيتشارجا ينقص البيع وشراء. ينقص البيع وشراء. خلينا النيميرو تليفون تاعك معليش. وي 066 77 23 65. ربي يجيب لك السوق ان شاء الله. ان شاء الله ربي يعيشك.